التحضير تبدأ من فصل الشتاء، نبدأ أول مرة نقيم بالزبيرة، ومن بعد تالي نعطوها ندواها بالمادة النحاسية مادة والزيت، ومن بعد تالي يجي فصل الربيع نبدأ نعطو في الأسمدة أخرى باش نعاونوا الشجرة باش تعطينا أكثر منتوج. وفي آخر الربيع وقت الغلة تصبح معناها ناضجة، مش ناضجة، بعد التفتيح لازم نعملوا لها دواء نتاع الناموسة باش الكعبة نتاعها ما تضربش بالناموسة. وفي جوان هكاك آخر ماي نداو بالديسيس للسوسة. مع الري يلزم من الشتاء يلزم يكون الري متواصل حتى الكعبة والشجرة تأخذ حقها من الماء، وبالتالي دينا كعبتها ناضجة وتعطي الجودة متاعها. الأهم هو الماطري بالنسبة لولاد أحمد سعد، نوعية الماطري منتوج كم كيفاش تشوفوه بالنسبة للترويج؟ هذيك أكبر مشكلة يتعرض لها الفلاح، نولوا نضطروا أن نخضروا الأرض متاعنا، الساني متاعنا، معناها إنسان يتبع لها عام كامل وفي الأخر يخضرها، ما يكونش المربوح اللي معناها يستحقه الفلاح على حسب التعب متاعه والإجهاد اللي قام به.